يقولون في بعض القضايا انه يكون مثلا مدمن يتزوج مدمنه او واحده تكتشف بعدين انها عقب ما تزوجتها. فهني السؤال اللي حطوه قبل شوي تمام ويسالونه في تويتر موجود لك دكتور احمد، ليش ما يكون عندكم فحص الراغبين من قبل الزواج بخلوهم من ماده المخدرات؟ في جانب فني في جانب منطقي. الجانب الفني ان المدمن اذا يعرف انه هو متجه لفحص فبالتالي يعرف متى يفحص، يتوقف عن الحشيش او عن الكبتاجون او عن الكذا لغايه ما يختفي من دمه ويروح الشغله هذه. هذا واحد. الان فبالتالي حتى احنا فتره من الفترات قالوا احنا نبي فحص للخمور في مجلس الامه، تذكر انت الحادثه والاماكن الاخرى. لكن أنا تخصصي طب مهني وبيئي وهناك شعارات ترفع لأماكن أو بيئة عمل خالية من المخدرات، شو نسوي فيها؟ ولعل توصل الرسالة أن يتجمع رب العمل ويا الطبيب ويا ممثل العمال ويقولوا لهم اللي يجي يشتغل عندنا يوقع أن هذه بيئة خالية من المخدرات وبالتالي تقبل الفحص بالتحدي. اي لحظه انا اوقفك اسوي فحص لك، فبالتالي يصير فيه وتضع انت بروتوكول بحيث ان اللي نصيده بنعطيه فرصه، اللي عنده مشكله يجي يتقدم العلاج بدون تاثير على وضعه، بدون تاثير على مستقبله الوظيفي واستمراريته في العلاج وادائه. هذا تعمل دور. بس عندي اي واقول وبعدين عندنا جانب اخر وهذه تمت وايد شركات عملاقه تعمل هذا الشيء. الجانب الاخر عندما تكون السلامه سلامة الجماعية هي في خطر، مثل اللي سوق طيارة، اللي سوق مترو، اللي سوق باص، اللي في أماكن يعني بترول بعيدة كذا كذا الحرق. هذه الأشياء تأخذ في عين الاعتبار. من ناحية المبدأ احنا نأيدها، من ناحية التفصيل وتطبيقها تحتاج إلى أنها تدخل إطار الحرفنة حتى تؤتي ثمارها.